تتم الحجز مباشرة بمجرد اكتشافها في النقطة الحدودية، تحجز ما يخلوش حتى يرجعها، تحجز وتتلف السلاحات. تبقى اللي غابت على عين الرقابة، لأن ساعات كما قلنا حاويات مكتظة بالسلع. نعم. يصعب حتى وظلي بشرق بنت مثلا، ظلي بآلاف القطع تريكوات مش تترزه واحد بعد واحد. كونتينير يقول لك فيها 45,000 وحدة. نعم. 45,000 وحدة مستحيل أن تكون الرقابة باش يراقبها في يوم. ولكن تراقب على مستوى الأسواق وتراقب على مستوى الدكاكين. تبقى المراقبة البعدية، لأن قلنا المراقبة الأولى الأخرى ومن بعد تبقى المراقبة البعدية على مستوى الأسواق. احنا بدورنا على مستوى الأسواق تحجز، لأن في هذه الحملة حتى قبل هذه الحملة حجزنا منتوجات تتمثل في مستلزمات وأدوات مدرسية، لأن هي أكبر تعمل هذه الشارات. نعم نعم. هاتي أكبر 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 نسبة من المحجوزات اللي حجزناها، واللي هي تمثل في مستلزمات مدرسية. ألبسة أيضا، بعض من الألعاب، بعض من المواد الغذائية تمثل في حلوى عندها الأمور هذه. حجزنا أيضا حلوى فيها شغل تجيب لك تاع دواء وفيها الألوان هذه، معناها إشارة يغرس في ذهنية الطفل أن يولي عنده حب تناول الأدوية. أدوية ومن بعد يوجهه الأدوية الأخرى. شغل جد تدريجيا، مش عطولة تدريجيا، يبدأ بالحلو ومن بعد يبدأ بحوايج أخرى. تلفظتم أن بعض من أنواع المخدرات عادوا يسموا فيها الحلو. لتبسيط خطورة. لتبسيط خطورة يقول لك هني ناكل في الحلو. نعم. ولا الشبيبة والحلوة هذيك ربما فيها سيحة الإيمان.